نحن اليوم يوم دعاء. لو قال شخص أنا والله سأمسك المصحف وأقرأ 5 أجزاء إلى المغرب، قلنا له لا، القرآن صحيح هو أفضل الذكر، لكن اليوم يوم دعاء. لو قال أنا سأكبر وأصلي، قلنا له لا، اليوم يوم دعاء. لو قال سأخرج وأنشغل إلى المغرب بسقيا الحجاج وتوزيع الصدقات عليهم، نقول لا، اليوم دعاء. اليوم لك أنت، لا تضيعه. اليوم بينك وبين الله أنت، طلع أسرارك لله، طلع شجونك ومصائبك ومشاكلك، فضفض بها إلى ربك، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. إنك تتعامل مع رب غني، إذا أمر لك بالعطاء فلا أحد يملك أن يقول لا، إذا أمر لك بالمغفرة ما أحد يستطيع أن يرد مغفرته، إذا أمر لك بالإحسان إليك والشفاء والرحمة، فوالله لا قابض لما أعطى ولا معطي لما منع.